نهاما يؤكد على الحاجة إلى التجربة البريطانية في ترحيل اللاجئين. الداخلية ترسل وفداً إلى تركيا ولبنان للتحقيق في الوثائق المزورة. وزارة التعليم تقر خطة إلزامية لحماية الطفل داخل المدارس. تأسيس صندوق بقيمة 500 مليون يورو لدعم التصدير إلى أوكرانيا. اعتقال طالبي لجوء هنديين متهمين بجريمة قتل في بريطانيا. النمسا تشهد تغييراً جذرياً في آلية جباية فواتير الكهرباء. متابعينا نحييكم أينما كنتم وإليكم نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أشاد المستشار النمساوي بنموذج رواندا البريطاني لترحيل الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة دون أوراق قانونية رغم عدم تنفيذ أي عمليات ترحيل حتى الآن. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي مع نظيره البريطاني ريشي سوناك الذي يزور فيينا، وبعد محادثات ثنائية أدلى الزعيمان ببيان مشترك دون طرح أسئلة من الصحفيين. ووصف نهامار بريطانيا بأنها رائدة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على الشراكة الاستراتيجية لضمان إجراءات عمليات اللجوء في دول ثالثة آمنة حسب وصفه. أرسلت وزارة الداخلية النمساوية بعثة إلى تركيا للتحقيق في طريقة إصدار الوثائق السورية المزورة، وذلك بعد الكشف عن عدد من الوثائق المزورة. وفي إطار جهود لم شمل الأسرة، زار مسؤولون نمساويون تركيا لتبسيط العمليات وتشديدها. ومن المقرر أيضا إرسال بعثة أخرى إلى بيروت لاستكشاف الأمور بشكل أعمق. وفي مواجهة هذا التحدي يعتمد المسؤولون على اختبارات الحمض النووي للتحقق من صحة الوثائق، وهو إجراء يكلف 270 يورو ويتوقع أن يطبق بشكل أكبر في المستقبل. أعلن وزير التعليم النمساوي مارتن بولاشيك عن خطة إلزامية لحماية الأطفال في المدارس رداً على ارتفاع معدلات الجريمة في المؤسسات التعليمية. وأظهرت إحصائيات وزارة الداخلية زيادة في الجرائم في مختلف المناطق مع ارتفاع ملحوظ في فيينا، حيث تهدف الخطة الجديدة إلى توعية المدرسين والطلاب وتعزيز الأمن وتوظيف المزيد من المختصين الاجتماعيين لدعم الطلاب. وتشمل الخطة أيضاً تحسين إجراءات الأمن وتعزيز التعاون بين المدارس والشرطة. أعلنت وزارة المالية النمساوية عن إطلاق صندوق ائتماني بقيمة 500 مليون يورو لدعم الشركات الوطنية المصدرة إلى أوكرانيا خلال السنوات الخمس المقبلة. ويأتي هذا القرار استجابة للمخاطر المتزايدة التي تواجه المصدرين والمستثمرين النمساويين بسبب الأوضاع العسكرية في أوكرانيا، حيث سيتم تقديم الدعم عبر صندوق أوكراني مخصص في بنك المراقبة النمساوي لتغطية تكاليف مخاطر التصدير. ومن المتوقع أن يتم جمع مليار يورو من المؤسسات المالية الدولية، مما يفتح الفرص للمصدرين النمساويين للمساهمة في إعادة الإعمار في أوكرانيا. اعتقلت الشرطة طالبي لجوء من أصول هندية مشتبه بهما في واحدة من أكثر جرائم القتل إثارة للجدل في بريطانيا، وتم اعتقالهما في مركز للاجئين في النمسا العليا، حيث تم تعقبهما واعتقالهما من قبل وحدات المباحث المحلية يوم الاثنين، وذلك بعد بلاغ من الانتربول الدولي. ويشتبه في أنهما شاركا مع سبعة آخرين في قتل مواطن هندي في أغسطس 2023 بمدينة شروزوبيري البريطانية، وهو عامل في شركة دي بي دي للشحن، وقد تم ضربه حتى الموت ونقل المشتبه بهم إلى السجن تمهيدا لتسليمهم إلى المملكة المتحدة. تطبق طريقة جديدة لحساب فواتير الكهرباء في النمسا، حيث ستصبح الفواتير شهرية بدلا من سنوية اعتبارا من يناير. وستصدر فواتير الكهرباء شهريا لعكس الاستهلاك الفعلي بدلا من تقسيم التكلفة السنوية إلى أقساط متساوية، وهذا سيقلل من المفاجآت الكبيرة في نهاية العام، إذ ستعكس الفواتير الشهرية الاستهلاك بشكل أدق، فيما يتخوف مراقبون من هذه الخطوة بسبب صعوبة تخصيص الأموال لفواتير الكهرباء الشهرية للأسر ذات الدخل المنخفض خاصة خلال الشتاء. ولذلك دعت نائبة عمدة لينز لجعل الفكرة اختيارية.
ومع نهاية نشرتنا مشاهدينا نذكركم بتحميل تطبيق إنفوغراد على هواتفكم. كنت معكم أنا أدهم الليجي، أطيب الأوقات، إلى اللقاء.